السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحص الخريطة في جزء دلوقتي، عندي خريطة وفي ناس شغال عليها، بس عايز أتأكد من الجودة بتاعتها وأتأكد إن مفيش أي مشاكل خالص، ولو في مشاكل أحلها. أول حاجة محتاج إن أنا أحمل خريطة، فباجي كده وأبدأ أعمل زوم على الجزء اللي أنا عايز أفحصه، وليكن مثلا الجزء دوت، ودول داونلود. طيب بعد كده بفعل الفاليديشن ريزولت، ده من خلال الويندوز بختار فاليديشن ريزولت، فبيظهر عندي هنا، وبعد كده بضغط على فاليديشن فهو بيبدأ يقول لي انا افحص لك واقول لك فين المشاكل. في طبعا ايرور، ده اللي لازم يتحل، والورنينج يعني في مشكلة بس ايه، ممكن يعني مش ضرورية اوي. طيب عندي بيلدينج دوبليكيت نود، يعني في مبنيين فوق بعض، في اتنين عملوا المودرنج في نفس الوقت، فباجي كده بعمل زوم بلاقي مثلا هوت، اقول له اعمل لي زوم عليه، فبلاقي هوت ماشي، او فعلا في اتنين فوق بعض، فانت ممكن تدوس ديليت تلج واحد فيهم، تمام، وهكذا. دي من ضمن المشاكل، اي حاجة بتشوفها بتعمل عليها زوم وتبدأ تشوف ايه المشكلة وحلها ايه، بحيث ان الخريطة تطلع افضل ما يمكن، نحل المشاكل اللي فيها ان شاء الله.